احنا خليناكي تضطري تكذبي كمان وصرتي بموقف محرج. حتى ما عم تسمحي له الامير يعرف بالقصة. انتو كيف هيك علاقتكم؟ ما اجينا لهون مشان نحكي عني وعن امير. لا تنسى موضوعنا الاساسي. شو بدك يعني احكي يا فريحة؟ ما عم تقولي انه مشكلتكم اثنيناتكم؟ وين الثاني؟ انا رح احكي معك وانت رح تحكي مع جونجا وبعدين انت رح ترجعي تردي، هيك رح نحل القصة؟ اطلعي فريحة، انا قلت لك هي عم تحاول تعذبني وتنتقم مني، انا بعرف هالشي، بس خليها تعرف انه ما بيستاهل، ما بيستاهل انها تتعذب هالعذاب بس من شان تنتقم مني. خلينا نمشي. انا بوصلك بطريقي. لا رايحة على البيت. اذا بتوصلني على راس الشارع بكفي. شو عم نعمل هون نحنا؟ امير، انت لاحظت شو شفنا نحنا قبل شوي؟ الشي اللي شفناه كثير سخيف وما له اي معنى ابدا. هي كذبت عليك، قالت لك انها بالفندق، شفناهم بعيننا وكانوا قاعدين، هن الاثنين خانوك وهالشي سخيف كثير. ما هذا طلع معك؟ غاندا لا تضغطي علي، المفروض اني فكر ولازم اني ريح راسي. الشي اللي ببالك وعم بتفكري فيه مستحيل كثير. غاندا، كوراي وفريحة لازم يكون له تفسير، حتما له تفسير. طبعا ممكن يكونوا عم يجهزوا لك مفاجأة مشان عيد ميلادك اللي بعد شهرين. لا تضحك على حالك. ما رح تجي؟